إذن مشاهدينا الكرام، للحديث عن دلالات الضغوطات التي يمارسها الإطار التنسيقي لتمرير أحكام الإعدام ضد المعتقلين واستمرار الانتهاكات في السجون الحكومية، معنا عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتور يحيى السنبل. دكتور يحيى، بداية مرحبا بك. في أي سياق تأتي الضغوطات من قبل الإطار التنسيقي للتوقيع على إعدام المعتقلين؟ المشاهدين الكرام، تأتي هذه الضغوطات سواء على ما يسمى الرئيس الحالي، هو للتأكيد على المنهج الطائفي لقتل وإعدام أكبر عدد من العراقيين على أسس دينية ومناطقية. فالاحتلال منذ اليوم الأول أعطى صبغة التمييز الطائفي على الحكومات التي تشكلت وفق المحاصصة، ولا يمكن أن تكون هناك حكومة وطنية عراقية نتاج هذه العملية السياسية الفاسدة، بل هي حكومة تمييز طائفي تسير وفق ما سبقها من حكومات طائفية لا تحمل أي خطاب وطني سوى خدمة المذهب وخدمة الأجندة الإيرانية. لذلك إعدام عدد من الشباب السجناء وفق أحكام قضائية جائرة لا ترتقي إلى أي مستوى من النزاهة والحيادية، بل أحكام على أسس الثأر والانتقام والتشفي من عقد تحملها أنفس، سواء أنفس سوداء لا تمت للعراق ولا للعراقيين بالصلة. لماذا فقط دكتور في العراق يتم الإصرار والضغط باتجاه إعدام معتقلين معروف أنهم تم اعتقالهم وفق المخبر السري، بوشاية المخبر السري أو تشابه أسماء أو بدوافع طائفية؟ في معظم الدول يتم إصدار عفو عام عن المعتقلين، لماذا فقط في العراق أكثر من 19 سنة لم نسمع بعفو عام ضد معتقلين، وجل المعتقلين هم من مناطق بعينها؟ لأن هذه الحكومات في طبيعة تكوينها جاءت للثأر والانتقام، لا تصدر أي عفو عن هؤلاء الشباب سواء جاءوا بمخبر سري أو جاءوا وفق أحكام أو تحقيقات قضائية جائرة، وإنما جاءت للثأر وجاءت من أجل قتل أكبر عدد من العراقيين. لذلك هذه الحكومات التي لا تحمل أي صبغة وطنية لا يمكن أن يصدر منها عفو عام عن هؤلاء الشباب الذين سيقوا إلى هذه السجون وإلى هذه المحاكم بتهم زائفة وبإخبار من مصادر تريد أن تنفذ مخططات وأجندات بقمع أبناء هذا الشعب. طيب، الذي وقف بوجه الاحتلال وبوجه رموز الفساد التي تتسلط اليوم على شعبنا. مع ذلك دكتور يحيى سنبل، هناك مطالبات شعبية بإصدار عفو عام ضد المعتقلين، وأيضا هناك دعوات من منظمات دولية بإعادة المحاكمات هذه لأنها لم تتم وفق معايير قضائية صحيحة دولية معترف بها. في هذه الحالة السلطة القضائية هنا إلى أي مدى هي متهمة بشكل رئيس في هذا الأمر؟ المنظومة القضائية أخي الكريم هي نتاج عملية طائفية محاصصاتية فاسدة لا يمكن لها أن تسير إلا وفق توجيه هذه الأحزاب التي يتشكل منها ما يسمى مجلس النواب وفق محاصصات طائفية ودينية وعرقية. لذلك هذا المنظومة القضائية هي من تنفذ ما يأتي إليها من تلك الأحزاب أو من رموز تلك الأحزاب الطائفيين الذين أو المكلفين بتنفيذ أجندات معادية لأبناء شعبنا. ثانيا، هذه المنظمات الدولية التي تصدر تقاريرها حول حقوق الإنسان وانتهاك حقوق الإنسان في دول كثيرة، نعم تصدر إشارات خجولة تجاه ما يجري في العراق من انتهاك لحقوق الإنسان،
على يد هؤلاء الجلادين وهؤلاء الأحزاب الفاسدة وبرعاية إقليمية ودولية واضحة، ولكن لن يصدر هناك أي بيان شديد اللهجة في وقت تصدر تلك البيانات ضد دول أخرى لمجرد سجن صحفي أو سجن شخص، لنقول الشخص واحد وليس مئات أو عشرات الآلاف من القابعين في السجون في ظلم واضح يشمل أو يغطي على فئة معينة من أبناء الشعب العراقي. الآن دكتور، في هذه الحالة الكثير من المسؤولين الذين يسمون أنفسهم بأنهم سنة السلطة كانوا يستخدمون هذا ملف المغيبين من أجل مكاسب سياسية في الانتخابات وإلى آخره. البعض منهم صار يطلق على المغيبين أنهم مغدورون. يا ترى إلى أي مدى تم تسييس هذا الملف وإلى أي مدى سيستمر هذا التسييس؟ ملف السجناء وملف المختطفين وملف المغيبين والمغدورين هو قد سيس منذ البداية، وسيس من جانب هؤلاء الذين يسمون أنفسهم سياسيي السنة، فهؤلاء هم المتاجرين بمآسي أبناء شعبهم، وجعلوا من هذه القضية هي محل مساومة مع الأحزاب القابضة على السلطة أو الحكومة التي تأتي على أسس طائفية، فمجرد إعطائهم عدد من الامتيازات في سبيل الضغط على أبناء أو على عوائل هؤلاء المغيبين أو المغدورين في سبيل إقناعهم بشيء من الفتاة للسكوت عن دماء أبنائهم. لذلك هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم ممثلين عن السنة هم في الحقيقة ما هم إلا شهود زور على قتل أبناء شعبهم وأبناء جلدتهم، وهم في حقيقتهم لا يمثلون سوى أنفسهم، وإن ساعة القصاص منهم ومحاكمتهم لا بد أن تكون بإذن الله، لأن هذه الدماء لا يمكن أن تضيع بالتقادم. نعم، الدكتور يحيى السنبول عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، شكرا جزيلا لك.